بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adding Text Variables Example 2 المثال الثاني راح نخلي الأمور أكثر تعقيدا شوية. يمكن نكون المرة اللي فاتت استخدمنا التكست فاريبل بإني خليناها بشكل مش مقيد، بإني أي إحنا خزناها بشكل عام، أي قيمة بتاخدها بتتخزن في مكان معين وبيبتدي هو إيه بمجرد ما إنه يستدعيها تظهر معاه. أنت ممكن تستخدمها طبعا في أماكن مختلفة من برمجيتك، في شاشات تعزيزك، في شاشات ترحيبك، في شاشات تقييمك، ممكن تستخدمها بشكل مختلف. المرة دي هنحاول نحط some restrictions، هنحط شوية قيود على استخدام التكست انتري ديت، بان هو يكتب نص معين وبره النص ديت ما راح يكون في استجابة الا لنفس القيمة اللي هو بيعمل لها انبوتنج. بمعنى خلونا نعمل بريفيو للسين بالشكل ديت و طب اسف خلونا ناخد نظرة عامة عن الفكرة. يا جماعة انا عندي لاير او سلايد، السلايد ديت حاطط فيها تكست بوكس وحاطط فيها كاركتر وحاطط فيها اتنين تكست بوكس ميكي وميني وحاطط فيها التكست انتري وزرار اسمه دخول، بقول له اكتب لي اسم المساعد الشخصي بتاعك ما بين ميكي وما بين ميمي. وعندي اتنين لاير، اول لاير فيها الشخصية بتاعت ميكي واللاير التانية فيها الشخصية بتاعت ميني، ومظبط البروبرتيز بتاعت السلايدز ديت عشان تعملي هايد لل اوبجكت في البيز لاير، يعني مش ما تظهرليش اوبجكت بتاع البيز لاير في الاثنين في ميكي وفي مين. تمام، طبعا حضراتكم عارفين وديت بتكون السلايد نفسها. لو انا عملت بريفيو للسين ديت فهيقول لي اختار اكتب، فانا لازم اكتب يا جماعه اسم المساعد الشخصي بتاعي. لو انا كتبت مثلا اي اسم، كتبت علي وعملت انتر او دخول، ما فيش حاجه راح تحصل، لازم انا نكتب اسم ما بين الاثنين دول. تمام، هذا الريستريكشنز القيود اللي انت حاططها يعني. فميكي والناس طبعا واخده بالها ان انا ما كتبتش الاسم بنفس الطريقه، يعني انا الميكي عندي ام كابيتال انا كاتبها سمول وعملت دخول هبتني يديني ميكي، انا عامل ريبلاي لنسين. مش القصد اني يا جماعه اظهر، لا لا، بس القصد اني هحاول استخدمها بشكل بتمثيل، يعني بحاول امثلها يعني. فانت حنس تقولي ايه فايدة الشاشة بتاعت مني؟ لا لا، هو بعدين انت ممكن تستخدمها، بتقول مثلا اهلا بيك ويلا بينا تروح مكان معين او على حسب السيناريو التعليمي بتاعك. هديت الفكرة. هنحاول دلوقتي طيب نبني البروجكت من الاول. انا هحذف الاثنين لير. تمام يا جماعة. طيب، وهحذف برضو كل التريجرز بتوعي، ديليت ديليت، وهحذف التكست انتري. طبعا هبتدي اروح للفاريابلز مع تكست انتري ديت، انا هنبتدي نحذفها وادوس اوكي. خلاص انا ما عنديش تكست انتري برضو، ديت محتاج انها تسيب تكست انتري عشان انا عندي تكست انتري، فابتدي اعملها ديليت تتحذف. تمام، التصميم طبعا يا جماعه عليكم انتوا، او تصميم وفق الرؤيه والفلسفه اللي حضراتكم تختاروها. انا عامل لاير على الناحيه الشمال جسمه مديله خلفيه معينه، طبعا انت ممكن تختار اي لاير باي خلفيه زي ما انت عايز، اب تو يو، بيرجع لك. كاتب الشخصيتين دولت عندي دخول. كل اللي هنعمله اني ابتدي اروح لقائمه انسيرت واضيف على الكنترولز التكست انتري، وخليني احطها هنا. هبتدي اعمل لها الاينمنت على البوتون اللي من تحت ديت مثلا، خليها تبقى تكون قريبه من البوتون برضو. الفكره العامه ان هو بس ما يحاولش يبعد عن البوتون، وفي نفس اللحظه تبقى السبيلنج بتاعته او الكلام اللي هيبتدي ينسخه موجود معايا يعني. تمام، اغير النصوص واقول له اكتب مثلا هنا، اعمل كنترول اي بولد شويه و هحاول اخليها في النص هنا. مساعدك الشخصي. تمام، واروح انزلها تحت، يعني هتختار ما بين الاثنين دولت. لو حضرتك شايف انها ممكن تتصرف بطريقه تاني الامر يرجع لك. طبعا حضراتكم عارفين بمجرد من انا ادرج تكست انتري هو اوتوماتيكالي بيروح يعرف لي متغير من نوع تكست انتري ده، طبعا نوع تكست وعد يعني ادوات هكذا. رايت يا جماعه؟ اوكي، النقطه الثانيه انا محتاج اعمل اثنين لاير، اثنين سلايد لايرز. هبتدي اعمل ادي اول سلايد لاير، اول سلايد لاير ديت هبتدي ادرج فيها انسيرت لصوره مين؟
لصورته. نفرض ميكي جيف، انا منتجت عليها فوتوشوب يا جماعة، وهبتدي اعمل لها رينيم عشان تبقى ميكي، عشان بس وانا وبختار في ال في الاحداث بتاعي المسألة تبقى ايه يعني، ما تلخبطش. وابتدي اعمل مرة تاني سلايد ليا، وابتدي اعمل فيها برضو انسيرت للكاركتر التاني اللي هتكون عبارة عن ميني، شخصية ميني جيف برضو انا جايبها ومنتج عليها فوتوشوب، بكليك يمين ورينيم وهخليها ميني. رايت كده معايا اتنين، هبتدي اغير في البروبرتيز بتاعتهم عشان يبقى هايد اوبجكت اون بيز لاير، الناس طبعا عارفاها، علشان بحيث لما تتعرض ما تبقاش البيز لاير ظاهرة معايا، انا عايز بس كده البيز لاير وكده. رايت جميل. يتبقى معايا يا جماعة عني ايه؟ ايوه اكزاكتلي كده، ايه شغلي كله بيكون على الزرار اللي اسمه دخول ده. انا ابتدي اضيف له تريجر. التريجر هيبقى عبارة عن ايه اكزاكتلي؟ شو لاير. انا لاير يا جماعة انا مواقف على مين؟ قلنا افرض على ميكي، اللاير بتاعت ميكي امتى؟ لما اكزاكتلي يا جماعه، لما الفاريبل تشينجز، لما الفاريبل تتغير. انه فاريبل يا جماعه؟ الفاريبل بتاعت التكست انتري. بعدين هتبتدي تكتب شو كونديشن، تظهر لي الشرط، فين الشرط؟ تضغط على الزائد. ايه عندك الفاريبل اف، اف ايه بقى؟ التكست انتري مالها تي بي تساوي، القصه بتاعت تساوي اجنور كيس، الفرق ما بين الاثنين دول يا جماعه ايكوال تو، لازم بالظبط تكتب لي القيمه اللي انت هتكتبها يعني. فعشان كده لما الناس اخدت بالها، لو انا كنت كاتب الام كابيتال او الام سمول او اي حرف من الحروف كابيتال او سمول مش راح تفرق، لان انا قلت له اجنور كيس اللي هو السنسيتيف كيس، ان الحروف ما بتبقاش حساسه للكابيتال او سمول يا جماعه، فده فايده انت تختار اجنور كيس. طيب لو انا قلت له اجنور كيس ماليش دخل، انو فاليو فاليو ماشي، خلونا نقول الفاليو، وقلت له لما تساوي قيمه معينه، وانا على فكره واقف على على مين يا جماعه في اللاير بتاعنا؟ قلت له اللاير بتاعت ميكي، فقلت هكتب له السبيلنج بتاع ميكي يا جماعه، ام اي سي كي اي واي. نقراها مره تانية، اوكي بس انا اقراها بقى من بره المره ديت. اهو شو لاير اللي هي ميكي، لما التكست انتري تتغير من القيمه اللي هي موجوده فيها علشان تبقى قيمه ميكي اللي هي اجنور كيس. رايت جميل خالص. اجمل ما في البرنامج برضو انت ممكن تعمل كوبي وبيست، وتبتدي تعمل كنترول على اللاير ده، تقول له انو لاير، لاير بتاعت ميني، لما التكست انتري ايكوال تو، تبتدي تعمل لها ديت بقى اديت للقيمه وتكتب له قيمه ميني ام اي ان ان اي اي، وطبعا ايكوال تو اجنور كيس. اوكي اوكي كده انت بتحاول تبني الشرط بمنتهى البساطة، جاست تبتدي روح لبريفيو للسين ده وشوف القصة اشتغلت او ما اشتغلتش. يبقى اكتب لي هنا، انا هقول له مثلا ميكي، نفس السبيلنج اللي انا كنت كاتبه، الدخول هيديني القصة بتاعت ميكي لو انا عملت تريبلي، والمرة دي هتكتب له ميني بس كابيتال اي وكابيتال ان ان وسمول اي واي، يعني انا بحاول اعمل كوليكشن من الحروف، وبرضه اداني القيمه بتاعت ميني، فمش راح تفرق القصه بتاعت الحروف كابيتال او سمول. ديت بخصوص الادنج تكست فاريبل. مثال تاني اكثر يعني ممكن نقول ان هو مستوى ليفل عالي شويه عن الليفل اللي فات، الحاجات ديت انت بتحتاجها بما يخدم تصميمك التعليمي، اذا كنت بتستدعي من الليرنر هو يكتب استجابه بايده عشان يكون فوكس او مركز، هو بيحاول يختار ايه او كده، الجانب ده ترجع لتصميمك بشكل عام. لكن في احيان كتير جدا انت بتكون محتاج ان الليرنر يكتب بايده حاجه، مش بس تبقى استجاباته بكليكات على الماوس، لكن طبعا مش دايما بتختار او مش دايما بتلجا لاستخدام تلك الـ الاستجابات، ان هو استجابات نصيه يكتب بإيده حاجة معينة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.